منك نسمع منك نسمع نسمع. مرحبا بكم من جديد، تحياتي لكل من التحق بينا في متابعة اللقاء حتى 11:30. الجزء الأولين نتحدث على صانعون المرطبات، الجزء الثاني سنتحدث عن تظاهرة تعدها بلدية سقيطة الدير بمناسبة إطلاق الخط الأخضر المجاني لوزارة التربية، الذي تحدث عن التبليغ عن حالات العنف لدى التلاميذ من الأطفال. هذا موضوع إن شاء الله بشكون الجزء الثاني. الجزء الأولين نواصلوا في الحديث على صانعون المرطبات اللي طالبوا الجمعة بتقنين هذا القطاع، قطاع بتنظيمه بإعادة التصنيف. اليوم قطاع حسب الأرقام اللي قدموا هنا ضيوفي في المباشر سفيان بغري واللي هو رئيس الغرفة الجهوية لصناعة المرتبات بصفاقس، سيل أسعد القلال اللي هو عضو الغرفة، تقريبا 134 محل ديكلاري في صفاقس من جملة 1200 قطاع. أقل ما يقال عنه أنه قطاع يحتضر. اليوم فما منافسة أيضا خارج القطاع، كي نحكيه على الكوش اللي بيعوا في اللي باجيت، هذوما زاد اليوم ولاو يصنعوا في اللي جاتو في الحلو وغيره. وايضا نحكيوا اليوم على المواد الاوليه اللي ماهيش موجوده، ونحكيوا على الفرينه المدعمه اللي وليتوا تشريوا فيها من المخشين واخ. سي سفيان، اليوم نشوفوا عندنا ماده الفرينه اللي هي نقص كبير في السوق. معناها ساعه ساعه يلزمك تدفع باش تاخذ الفرينه، ومع ان النقص نتاع ماده الفرينه زاد الجوده نتاع ماده الفرينه. فماش كوتا اليوم في تونس موجهه لكم انتوما اصحاب لي باتيسوري؟ البي اس 17 ما فماش كوتا. البي اس 17 انت هي المشكل في المطاحن اليوم، وقت اللي تحدد الكميه للمطاحن دونك المطاحن توصل في اخر الشهر ما عادش موجوده الفرينه بالكل. نهار 25 26 سيد الفرينه تقسم السوق وفات، حتى البكويت بكيلو، خاطر المطاحن شنو تاخذ الكوتا نتاعها في القمح، وبعد ما تاخذ الكوتا تخرج البي اس 12 للمخابز، وعند البي اس 17 عند الباكو بوكيلو المقارونه كذا. دونك ديما البي اس 17 ولات ناقصه، اللي هي موجهه لكم انتم المرتبات. لا احنا اللي هي مدعمه، ما مش هذاك الدعم الكبير. ومع هذا الجوده كون الفرينه اليوم تقع كحله وما تعطيكش كاليتي في البرودوي نتاعك، يا حسره باللي تزيد لي زاميليورون والكل، الفرينه ما عادش تعطيني كاليتي في الخدمه. بارفوا تتعارك انت وصناعك تقول وش بيع السلعه هكا هكا، ومن بعد وقت اللي انت تمشي تثبت تلقاها المشكله من ماده الفرينه. الحليب والزبده كما قال سي اسعد زاده مشكل اشكال كبير، وحتى كي تدخل انت باش تمشي تاخذ الحليب وش فما باش تاخذ ثلاثه ستيك، ودي راني نخدم به انا مانيش مش نعمل بيبرون ولا قهوه، معناها يلزمك كوموان ستيك حليب، هذا اليوم مش متوفر. أو فما شكون اليوم يطالب أنه مثلا المقاهي لي باتيسوري لي ريستورون اليوم النزل ما عادش ياخذوا الحليب المدعم اللي هو الموجه للمواطن، فما شكون يطالب أنه اليوم رفع الدعم على المواد هذيا، أنكم تولوا تاخذوا حليب خارج إطار الدعم. هي المشكل هذه حاجة مدعمة وحاجة مش مدعمة، وهذه دوسي كبير، معناها مش ولي أن دوسي بوليتيك اللي هو الدعم. الدعم يلزم يكون موجه للمادي. اليوم أنت وقت اللي عندك الزيت المخلط المدعم اللي هي الدبوزة بدينار، وعندك الزيت النباتي اللي غير مدعم اللي هي توا تمشي 5 لتر ومينيموم ب 13 دينار و500، لهنا وين يوقع الترافيك. لهنا فما عباد تولي تنجم عندها خيوطها منين تمشي تدبر الزيت، وهذا هو اللي يحل لي تويو نتاع الفساد. اليوم واش الدعم؟ الدعم نورمالمون اذا كان الدعم يتوجه لهم هذه، وقت اللي الناس الكل تخدم على نفس الخط راهو ما فماش مشكل، هذيك اسمها منافسه شريفه. وقتاش منافسه غير شريفه؟ اليوم انت كوشت الباكيت بالقانون عنده الحق باش يخدم الباتسوري، هذه الدولة قنت له. لهنا الدولة وقت اللي تخرج قانون تيما عندنا الإدارة العامة المنافسة، يا هل ترى القانون هذا يمشي في المنافسة الشريفة ولا ما يمشيش؟ علاش؟ خاطر هو اليوم الكواش نتاع الباقيات شنو عنده؟ عنده الدعم على اليد العاملة، وعنده الحق يخدم بالزيت المخلط، وعنده الفيرينا البي اس 12 اللي هي مدعمة أكثر من الفيرينا البي اس 17. قلنا اليد العامله مدعمه والفرينه مدعمه، وعنده الحق في الزيت المدعم، دونك وينافس فيك وينافس فيه ويخدم لي ميم برودوي نتاعي. يا ترى لهنا وقت اللي نحكيو على المنافسه الشريفه نجمو نخدمو لا ميم كونكورونس؟ ما نجموش، دونك اللي هو رابح عليا او موان 30%. سي لسعد، موجودين منهم برشا اليوم مثلا الكوش اللي يخدموا في الباجيت وينافسوا فيكم حتى في القطاع؟ موجود معروف هذا الكوش هذا نتاع الباجيت موجودين ومدعمين، وما احناش نفس الليني نتاع بعضنا، لكن احنا نبيعوا نفس البرودوي، نفس البرودوي، جيت تبيع معايا نفس البرودوي واحنا ما احناش نفس الخط،
بالطبيعة مش تمتاز عليها في حوايج ما يجمش يمتاز عليها في الكاليتي خاطر احنا ديما نخدموا على الباتسوري ديما اسمها ديما تخدم على الكاليتي لكن كوشة ديما تخدم معناها نتاعها كيما حاجة وعندها برودوي دابيل اللي تسمى الباجيت وهو الباجيت تاخذ فيه الوتلة وتاخذ فيه المحلات معناها موش الدعم كما قال سفيان موش الدعم ماشي للعباد للطبقة اللي موجه لها الدعم هذا دوسي كبير برشا ويزم بالحق يشوف فيه إعادة النظر فيه وبالنسبة لنا احنا البرودوي متاعنا شنو البرودوي النيسيسير اللي نخدمه بهم هو الحليب والزيت والفارينة والعظم والفارينة والزبدة هذا كل ما فيهمش تيفيا هذا ما فيهمش تيفيا وتجي تعمل لي انا 20% تيفيا على القيمة المضافة انا نجي نحي انا التيفيا هذيك اللي شريت بالمياه الماتير بريمير وما بالكش نزيد عليها الفالور اجوتي على الواحد القيمه المضافه ان تعمل لي اليوم 20% على الماتير بريمير مسون كامل ما نجمهاش وتجي تعمل لي ديزامبو اخرين وتعمل لي ديزامبو اخرين وتزيد تعمل لي معناتها خنقني سي مقاش وتزيد معناها الصناع زاد الغلاء نتاع الصناع وغلاء الدنيا كامله اصلا معناها مقاش نجمو احنا نخدمو في الظروف هذه معناها بالتيفيا هذه نحاولوا على الاقل نرجعوا للتصنيف نتاعنا التصنيف يحمينا ويجم يرجعنا ل 7% كما الخيان الاخرين وكل شيء على الاقل نجموا نتنفسوا شويه احنا القطاع مهدد بالانهيار بالحق والله غالب العباد مش حابه تخدم ريجلو العباد كلها تخدم في الكاشيت وكل شيء في جراج في كذا مش ديكلاري ما يحسكش و 134 هذو مش يخرجها مش يخلص لهم صناعها مش يخلص لهم تي في ا و سي ان اس اس وقباضه وكل شيء ما بقاش نجموا هذوما الحوايج هذوما اليوم فما نقاط ذكرتهم سي سفيان بكل شويه في بدايه اللقاء تحدثت على الفورماسيون الليغال قلت اليوم يمشي ب 150 و 200 و 250 دينار فورماسيون ويخرج يخدم على روحه شنو هذي هذه تولي نشوفوا فيها ظاهره جديده في الفيسبوك معناتها مدام فلان فورماسيون في الليغاتو اوبيرا وين طريق تنيور بار اكزومبل كيلومتر 5 زنقه على اليسار دول 200 متر على اليمين في ديارهم يعملوا لي فورماسيون اليوم اليوم حتى بالنسبه لي سونتر دو فورماسيون حتى ما رئيس الغرفه نتاع التكوين ديجا عندهم مشكله هذو اسمهم لي فورماسيون اكسيليري قولوا لهم معناها لي فورماسيون اكسيليري فورماسيون شوف اذا كان كل حاجه باش نسيبوها احنا نقولوا عندنا 60% من الاقتصاد الموازي هذه يا سيدي جمع الاقتصاد الموازي انت عباره تسكن في بورتمان وفي 10 ديار خمسه تخلص في السندينغ والخمسه الاخرى عندها حاشاك كل شيء يتهزلها وتنضاف العماره وتطلع في الاسانسير معها على حساب غير معناها اليوم اذا كان نحبوا علاش قلت لك القانون باهي برشا اما يلزم القانون يكون واقعي احنا اليوم نشوفوا علاش اغلب العباد ولات هاربه باش تحل باتوند خاطر اليوم في عوض انت كي تمشي للدوله باش تحل باتيندا باش تولي تدفع الامبو نتاعك الواه باش الدوله تحميك دونك اللي انت باتونتي والكل اليوم عباره جيت للدوله قلت لها اسمع بربي اني حليت باتيندا ايش اعطيني طريحه معناها تعكست الامور دونك فورماسيون اكسيليري عندنا ديزيكول معترف بها وفما نومبر دور اللي يلزمك انت تقراهم باش تنجم تاخذ دبلوم اما فورماسيون اكسيليري في اربع سوايع تاخذ شهاده انت الشهاده هذيك ديجا غير معترف بها باش تاخذ بها قرض ولا باش تحل بها بروجي دونك هذايا غلط وما هوش صحيح نقطه اخرى عندنا اشكاليه في المواد احنا في القانون الماليه نتاع 2015 فما قيمه 1% على شيفر دافير هذه عملوها بالنسبه للمقاهي والملاهي الليليه وصنع المرتبات علاش تعويض على الدعم فما بعض المواطنين فما حاجات ما يعرفوهاش اللي السكر احنا ناخذ سكر صناعي ممنوع باش ندخلوا هذاك السكر نتاع 970 والزيت هذا كيف حتى الزيت احنا شكرت السكر ناخذوها ب 70 دينار و300 على خاطر ممنوع باش نخدم بالمدعم كي انا نحيت لي السكر تو سافي عام سكر مدعم هذه القيمه 1% اللي انت عاملها لي موظفها على السكر اللي لازمك تنحيها علاش نقعد ندفع في 1% على شيفر دافير الزيت راهو الباتشوري ممنوع باش تخدم الزيت المدعم لازمك تخدم الزيت النباتي الغير مدعم دونك شق عندك انت تنحوصوها باتشوري كامله شنو اللي تخدم مدعم كورون اللي هو حتى الجراند اندستريال قاعد يخدم فيه مدعم وهذه فما سياسه الدوله من عم ناول اللي هما مش يرفعوا الدعم وهذيك ما عندي فيها ما نسرق ناس كنا كيف على نفس الدنيا مازال شويه في الحليب نخدموا فيه مدعم والا الفارين
اشتر دعم ولا اخويا تحب ترفعهم الدعم هذا على الفارينه والحليب نحيه ما تخليناش دوفوا في كي نخدموا ما نحبوش الدوفوا تحب تنحيه الناس كلها راهي كيف كيف مش تخدموا تيفيا كيف أما كيف الناس كلها تخمم اليوم في كون الطاقه الشرائيه نتاع المواطن راهي طاحت دونك قبل وقتاش المواطن يقف على كيف شاف الدعم باش ترتفع اسعار المواد هذه مش تترفع الاسعار نتاع المواد هذه ما هذيك فما شو فما في لجنة كاملة اللي هي لجنة مراقبة الدعم وكيفاش توجيه الدعم للمواطن وهذه نسمعوا بها من قبل الثورة راهي أما ولتو ما صار فيها شيء على خطر الدولة نتاعنا من أحداث الخبزة قعدت مفجوعة منها وقعدت ثم وهذاك مراهم لي كونسيكونس اللي قاعدين نخلطوا لها تو. باهي هات نحكي شوية على رأس العام وإحنا تو في استعدادات لرأس السنة الميلادية ونعرفوا الجاتو معناتها اليوم فماش تونسي نهار ما دخلش خبزة الجاتو لدارو أنتم عملتوا اجتماع بمنظوركم يا مسوير وفي الغرفة فماشي جملة من التوصيات اليوم على احترام شروط الصحة اليوم على التفكير في صحة المواطن وفماش زادة توجه حتى الحرفاء نتاعكم في حد ذاتهم اليوم باش أنه لأنه شفنا حتى على قارعة الطريق قبل رأس العام بنهار وبنهارين خبزة في الشارع يبيعوا في الخبز معناتها الناس اللي تصنع في ديارها ولا لا اعلم منين يجوا فيهم يبيعوا في الخبز على الشارع اليوم الوعي ولا تحسيس المواطن اليوم باهميه انه يحافظ على صحته باهميه زاد الناس اللي تصنع في الجاتو تخاف ربي في في, في المواطن مهم جدا زاد في مناسبه كمان هذه والله هو سلاسه خلينا ننطلقوا مع سلاسه تفضل والله تو الظاهره هذه نتاع البيع العشوائي هذا معناها الانتصاب العشوائي هذا مش يضرك راه مش ينفعك انت كي تتعدى تشوف خبزه جاتو معناتها منصوبه في الشارع بالله كيفاش تتخيلها انت توصل معناها جاتو وتخرج هي لازم تكون في الفروع وتخرج تقعد في الشارع وتقعد نهار كامل ويعبيها لك في باك والله اعلم كيفاش من وين كان ستوكيك الباك وبعدك مش يهزها للدار مش يفرح يفرح صغيراته هكا مش يجيب لهم حاجه كارثه معناها نتاع كوارث القطو احنا معروف عنا اذا كانوا حاجه ماهيش مريقله راهو ثم في جرتها لكن ما فهمش شكون يقول حتى في محلات كبرى احيانا تقوم بجمله من التجاوزات وسمعنا حتى في المناسبات معناتها في عديد المناسبات انه تم حجز بضاعه مخالفه القانون في عدد من المحلات اللي هي منتصبه للعموم وعندها اسم وغيره صارت قبل صحيح لكن تم برشا محلات وثم معناها قياس الرقابه قياس تشدت اكثر من العاده والحمد لله معناها تو حتى العباد ولات تعرف اللي راهو الرقابه مش تجيه وراهو كذا وراهو يلزم يكون امور مريقله ما يخريش حاجه واحنا يا خويا خافوا ربي قبل كل شيء احنا معناتها ما يجيش واحد يعطي للصغير حاجه ياكلها ما يجمش يقول لك شنو هي ولا ما فيها شي حاجه ولا معناها تخاف ربي على خاطر هيك الصغير هذاك مش ياكل وتخاف ربي على خاطر وباش ربي يبارك لك في الخبز نتاعك معناها ماهيش واحد مش يجي يرمي نامبورت كوا كيف في البرودوي باش ما عليكش يعطيني نربح لا لا ما عندك ما تربح والله ما تربح هذاك الفلوس كلها مش تمشي على الروح اذا كان مش تعمل هكا يلزم الواحد يخمم فيك الصغير وفيك المواطن وقت هما ياخذوا من بلايص مراقبه صحيح راهم تم ديزاين ليز يعملوهم دوريه واحنا كل واحد يعمل اناليز على الروح وزاد باش يثبت لي برودوي نتاعو ثم الصحه تجي وحدها ثم الاقتصاد ثم معناها مراقبين بالكدا بالكدا كونوا من نظافه كونوا من حتى لي زومبلاج الدي ال سي نتاعهم كل شيء مراقب مش تشري حاجه من بلاصه مراقبه راه مش كيما تشري حاجه من بلاصه في سوق ولا في حاجه سفيان والله تو نشوفه تقول لي اسامي كبار وقعلهم حجز والكل انا ناخذها من نقطه ايجابيه تو فما عباد وقت اللي تشوفها هاو حجزوا له حجزوا له ما عادش ناكل قطو بالعكس وكونتيرير وقت نولي ناكل قطو عليه على خاطر تو بالنسبه لنا معناها فما الرقابه معناها اللي قاعد يتجاوز في القانون قاعد يتخالف والبضاعة اللي قاعد انت تستوكيها والله اللي قدر ما هي صالحة للاستهلاك الرقابة لوحتها دونك اللي فضلش الظل اللي فضل نظيف معناها كي انت تاخذ من منتصب خضع للرقابة واموره واضحة ما عندك مناش تخاف اما اليوم كي تاخذ خبزة قطو من دار ولا تاخذها من فيسبوك وما تعرفش على المصدر متاعها وما تعرفش على المصدر متاع المواد الاولية متاعها وغدوه الله لا يقدر وقعت لك حاجه شكون باش تشد نمرو التليفون يسكر البورتابل ويعمل نمرو جديد ويحل باج فيسبوك جديده ويعاود يخدم على الروح دونك حتى انت مواطن هنا يلمو شويه وعي خبزه زايده 2000 3000 4000 وهي خبزه خاضعه للمراقبه وحانوت مفتوح للعموم خير من ناخذها من بلاصه اخرى ما نجمش من بعد نلقى حقي الله لا يقدر تصير حاجه
على كل نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى كل القطاعات تكون منظمه ان شاء الله. القطاع هذا يزيد يتنظم اكثر فاكثر. خلينا نكون سنه هي سنه سعيده وان شاء الله القطر ما يكونش غالي عليهم برشا ونتمنى لهم سنه 2020 تونس تكون خير ان شاء الله. تونس خير ان شاء الله خير وان شاء الله احنا عندنا امل كبير في ربي في ان شاء الله نلقاو حلول للمشاكل هذه المتفاقمه. احنا مش نضل على الحلول ما نتعبوش نتعبو. ان شاء الله انا نتمنى ان القطاع الكل يكون منظم يكون مراقب من قبل الصحه. تفضل. قطاعات راهي تتنظم كان بماليها وقت ماليها هذا دوركم انتم كغرفه اكيد جدا وقت ماليها يحبوا قطاعهم راهو ينظموه بالسيف. شكرا جزيلا سفيان بغريب. شكرا سي سعد القليل يعطيك الصحه. ان شاء الله عامكم مبروك وكل عام انتم حيين بخير. احنا نواصلوا اللقاء نتاعنا حتى ال11:30. مرحبا بكم.